سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في نشرة التاسعة مساء من تلفزيون دولة الكويت إلى أهم وأبرز العناوين. أهلا بكم. سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية. دولة الكويت والمملكة الأردنية يدعوان إلى توحيد الجهود العربية والإسلامية لمواجهة خطر التطرف. والتعاون الخليجي يرحب بخروج الرئيس اليمني من صنعاء، وهادي يؤكد تمسكه بالمبادرة الخليجية للحل. أيها السادة، أهلا ومرحبا بكم. بحفظ الله ورعايته، عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء اليوم قادما من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بعد زيارة أخوية. وكان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح. وقد رافق سموه حفظه الله وفد رسمي ضم كلا من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، والمستشار بالديوان الأميرية محمد ضيف الله شرار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله مبارك الصباح، ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح، ووكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجرالله، والمستشار في الديوان الأميرية الدكتور عبد الله معتوق المعتوق، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية في الديوان الأميرية يوسف حمد الرومي، والوكيل المساعد للشؤون السياسية بالديوان الأميرية الشيخ فواز سعود ناصر سعود الصباح. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. بحفظ الله ورعايته، غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم، غادر المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بعد زيارة أخوية. هذا وكان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار أخوه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالمملكة الأردنية الهاشمية. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. عقد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لقاء قمة بقصر بسمان الزاهر عصر اليوم، ركز على سبل تعزيز علاقات التعاون الأخوية ودعم أواصرها في شتى الميادين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية. وقد أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وجلالة
الملك خلال المباحثات الثنائية الموسعة اعتزازهما الكبير بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وما تم تحقيقه من خطوات مهمة وفاعلة في سبيل خدمة المصالح المشتركة للبلدين وبما يعود بالنفع والخير المتبادل على شعبيهما الشقيقين. وأعرب جلالة الملك في هذا الإطار عن تقديره العالي للمواقف الأخوية والداعمة والمساندة لدولة الكويت بقيادة سموه رعاه الله تجاه المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مختلف الظروف، والتي تؤكد في مجملها المستوى الرفيع الذي ارتقت إليه العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين. كما هنأ جلالة الملك باسمه واسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بالعيد الوطني لدولة الكويت، والذي يصادف يوم الأربعاء 25 من الشهر الحالي. وقد شدد سموه رعاه الله وأخوه جلالة الملك خلال جلسة المباحثات على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين مختلف الدول في سبيل التعامل مع التحديات التي تواجهها دول المنطقة، خصوصا خطر التطرف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار الجميع. وجرى التأكيد على ضرورة توحيد الجهود العربية والإسلامية ضد الإرهاب والتطرف، وأهمية دور المؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي في نشر منهج فكري مستنير استنادا إلى مبادئ الإسلام السمحة واعتداله وتسامحه ووسطيته. كما أكد سموه حفظه الله خلال المباحثات موقف الكويت الثابت إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في تصديها لخطر الإرهاب والتطرف وترسيخ الأمن والسلام والإنسانية التي قضى في سبيلها الشهيد الطيار البطل معاذ الكساسبة، والذي قدم سموه رعاه الله تعازي ومواساة دولة الكويت شعبا وحكومة باستشهاده. وأعرب سموه عن دعم دولة الكويت التام قيادة وشعبا للجهود التي يبذلها الأردن الشقيق للتعامل بكل حكمة واقتدار مع قضايا المنطقة ومساعيه في تعزيز الأمن والاستقرار لشعوبها. كما جرى استعراض جهود تحقيق السلام ومستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجهها المنطقة، والتأكيد على بذل المزيد من الجهود وتنسيقها بما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك ويخدم القضايا العربية والإسلامية. وحضر اللقاء معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق. كما حضر اللقاء سمو الأمير راشد بن الحسن ودولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور، ورئيس الديوان الملكي الهاشمية الدكتور فايز الطراونة، ومستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، ومستشار جلالة الملك للشؤون الأمن القومي مدير المخابرات العامة الفريق فيصل الشوبكي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، وكبار المسؤولين في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. على شرف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه، أقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مأدبة غداء، وذلك بمناسبة الزيارة الأخوية لسموه رعاه الله. بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في زيارة أخوية. وقد كان في استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار أخوه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسمو الأمير راشد بن الحسن، ودولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور، ودولة رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، وسعادة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ومعالي رئيس المجلس القضائي هشام التل، ودولة رئيس الديوان الملكي الهاشمية الدكتور فايز الطراونة، ومعالي رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمة، ومستشارو جلالة الملك وكبار المسؤولين بالحكومة الأردنية، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور حمد دعيج، وسفراء الدول العربية المعتمدون لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. سلام صاحب السمو، سلام جلالة الملك المعظم، سلام. قف حرس الشرف جاهز للتفليسين. أمرك سيد. Thank you.
هذا وكان قد غادر بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك في زيارة أخوية. وكان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر لمبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح والوزراء. ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كل من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم وتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ووكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجار الله والمستشار في الديوان الأميرية دكتور عبدالله معتوق المعتوق ورئيس الشؤون الأعلامية وثقافية في الديوان الأميري يوسف حمد الرومي والوكيل للشؤون السياسية بالديوان الأميري الشيخ فواز سعود ناصر سعود الصباح. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. علاقات أخوية وطيدة وشراكة استراتيجية تربط دولة الكويت والمملكة الأردنية الشقيقة أرسى دعائمها كل من قيادتي البلدين الحكيمة ممثلة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين قامت على أساس التشاور والتنسيق المستمر على كافة المستويات. وما الزيارة الأخوية التي يجريها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للمملكة الأردنية الشقيقة والتي تعد الثانية لسموه بعد أن زارها للمرة الأولى في العام 2010 إلا تجسيدا لمتانة هذه العلاقات وعمقها وسعي القيادتين الحكيمتين للارتقاء بها إلى مستويات أفضل. وعلى مر السنين حرصت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على الارتقاء والنهوض بالعلاقات الثنائية المتينة في شتى المجالات خدمة للمصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين. وتميزت مواقف البلدين بالتطابق حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، حيث يشهد الجانب السياسي تطابقا في سياسة الاعتدال والنهج العقلاني والتفكير الوسطي للقيادتين وصانعي القرار في البلدين اللذين يكرسان هذه العناصر الفاعلة للتعاون والتعاضد للمصلحة العربية الكبرى. كما يرتبط البلدان الشقيقان باتفاقيات ثنائية تعزز مسيرة التعاون المشترك فيما بينها، منها 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم وبرنامج تعاون بين حكومتي دولة الكويت والمملكة الأردنية الشقيقة في مجالات التعليم والتدريب المهني والثقافي والصحي والصناعي والجمركي، إضافة إلى التعاون بين وزارتي الداخلية والتشاور السياسي والتنسيق بين وزارتي الخارجية والتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين الكويتي والأردني. وفيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين في الأردن، وقعت اتفاقية بين الحكومة الأردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في نوفمبر من العام الماضي، خصصت من خلالها منحة للأردن بقيمة 18 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الأردنية في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين. وفي مجال الاقتصاد تميزت العلاقات بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الشقيقة بالنمو والتطور، عززتها اللجان المشتركة التي تعقد بشكل دوري في البلدين الشقيقين. وتحتل الاستثمارات الكويتية في الأردن المرتبة الأولى، حيث بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى المساهمات في تنفيذ مشاريع ذات طابع استراتيجي في عدد من القطاعات الحيوية. كما تحتضن الكويت جالية أردنية كبيرة ومتميزة تقدر بعشرات الآلاف، تضم الأطباء والمهندسين والمدرسين والمستثمرين ورجال الأعمال، إضافة إلى عدد كبير من الطلبة الأردنيين في الهيئات التعليمية الكويتية المختلفة. كذلك تحتضن الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة الآلاف من الطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة،
إن تمييز العلاقة الكويتية الأردنية وتشعبها يدل على المحبة والاحترام المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين اللذين تربطهما أواصر التاريخ والمستقبل المشترك ووحدة الهدف والمصير، ما يجعل من هذه العلاقة نموذجا يحتذى به في العلاقة بين الأشقاء. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالمطار الأميري صباح اليوم، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، استقبل سموه رعاه الله وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية أشتون كارتر والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وحضر اللقاء معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد جراح الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله بن دعيش بن سلمان آل خليفة، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذوي الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء. بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعزيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله بن دعيش بن سلمان آل خليفة، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة. عقد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر في دولة الكويت اجتماعا استثنائيا حول سبل التصدي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين. وجاء اجتماع كارتر الذي عقد في معسكر للجيش الأمريكي بالكويت على خلفية نقاش محتدم داخل الولايات المتحدة بشأن الاستراتيجية الأمريكية، والتي يقول الجمهوريون منتقدو أوباما إنها محدودة جدا عسكريا لدرجة لا يمكن النجاح معها، كما أنها تأتي في وقت يتزايد فيه القلق بشأن تمدد تنظيم الدولة المتشدد وظهور ليبيا كساحة معركة للمتشددين الموالين. أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عن ترحيبه بخروج الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي من مقر إقامته الإجبارية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء ووصوله إلى عدن سالما معافى. واعتبر المجلس في بيان خروج الرئيس اليمني خطوة مهمة لتأكيد الشرعية، مطالبا برفع الإقامة الإجبارية عن رئيس الوزراء وغيره من السياسيين وإطلاق سراح المختطفين. ودعا البيان أبناء الشعب اليمني وجميع القوى السياسية والاجتماعية إلى الالتفاف حول الرئيس هادي ودعمه في ممارسة كافة مهامه الدستورية من أجل إخراج اليمن من الوضع الخطير الذي أوصله إليه الحوثيون. وأكد المجلس دعمه لدفع العملية السياسية السلمية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أمن واستقرار اليمن بدعم الشرعية في اليمن واعتبار كافة الإجراءات والخطوات التي اتخذت من قبل الحوثيين باطلة لا شرعية لها. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي النشرة، شكرا لحسن المتابعة، وبقي أن أذكر بالعناوين. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية. دولة الكويت والمملكة الأردنية يدعوان إلى توحيد الجهود العربية والإسلامية لمواجهة خطر التطرف.
التعاون الخليجي يرحب بخروج الرئيس اليمني من صنعاء، وهذا يؤكد تمسكه بالمبادرة الخليجية للحل.